حياكم الله إلى الأخبار من الإمارات وفي العناوين. رئيس الدولة يستقبل فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. محمد بن راشد يستقبل فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر. حاكم الفجيرة يستقبل عيسى البلوشي لحصوله على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال. محمد الشرقي يستقبل أعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية بالفجيرة ويطلع على خططها ومبادراتها. السلام عليكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وبهذه المناسبة قال سموه عبر تويتر: سعدت باستقبال فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، طموح إماراتي ونقلة علمية نوعية تعزز حضورنا في مجال الفضاء وتفتح آفاقاً حضارية بسواعد وعقول إماراتية تسهم في خدمة وطنها والبشرية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، وقال سموه: استقبلت فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، المستكشف الإماراتي راشد سينزل على سطح القمر خلال الأشهر القادمة، يحمل فخرنا بشبابنا وعلمائنا وينقل طموحات شعبنا لآفاق جديدة ويؤسس من هناك على سطح القمر لمرحلة علمية جديدة في تاريخ دولتنا. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في الوطن العربي لدعم القراءة، وذلك في أعقاب افتتاح سموه أول من أمس لمكتبة محمد بن راشد المنارة الثقافية الجديدة لتنضم إلى سلسلة من الأيقونات المعرفية التي تشكل جزءاً من الهوية الثقافية والمعرفية لدولة الإمارات. وقال سموه: رسالة مكتبة محمد بن راشد عربية وتأثيراتها ستشمل كل المنطقة، هدفها سيكون إثراء الكتاب والثقافة عربياً وعالمياً. وأضاف سموه: لدينا أكبر مسابقة للقراءة في الوطن العربي تضم 22 مليون طالب، ولدينا أحدث مكتبة عربية بتكلفة 1 مليار درهم، ولدينا رسالة نبيلة ومهمة كبيرة بإعادة إحياء أهمية وقدسية الكتاب في أجيالنا الجديدة. تستعد مكتبة محمد بن راشد المنارة الثقافية الجديدة في دبي ودولة الإمارات لفتح أبوابها للجمهور يوم غد، وذلك لأول مرة بعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للمكتبة. مكتبة محمد بن راشد
صرح معرفي جديد يرسخ مكانة الإمارات حاضنة للثقافة والإبداع في المنطقة من خلال توفير بيئة تحفيزية ذات آفاق إبداعية تنهض بالمنتج الثقافي والإبداعي في الدولة وتستوعب جميع فئات المجتمع من الشباب والأطفال والمؤسسات الحكومية والخاصة والكتاب والباحثين والمفكرين والفنانين، كما تستقبل القراء والشخصيات الأدبية والفكرية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتتألف مكتبة محمد بن راشد الممتدة على مساحة تغطي أكثر من نصف مليون قدم مربع من 9 مكتبات تخصصية موزعة على 7 طوابق تمثل هي المكتبة العامة ومكتبة الإمارات ومكتبة الشباب ومكتبة الفنون والإعلام ومكتبة الطفلة ومكتبة المجموعات الخاصة ومكتبة الخرائط والأطالس ومكتبة الأعمال ومكتبة الدوريات، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية وغيرها من الوسائط الرقمية والاطلاع على ملايين الكتب ومصادر المعلومات ومحتوى من جميع أنحاء العالم. طبعا مكتبة بن راشد هي المكتبة الأحدث والأكبر في المنطقة، تضم هذه المكتبة حوالي 9 مكتبات زائدا مركز المعلومات، تضم مئات الآلاف من الكتب المتنوعة في مجالات الفن، مجالات الثقافة، القراءة، الفكر، الطفل، الموسوعات، القواميس، وبالتالي تلبي كل الأذواق القرائية الموجودة على كل المستويات. إضافة لذلك موجود لدينا متحف النوادر أو ذخائر المكتبة. هذا المتحف يعتبر واحد من الأماكن المتميزة داخل المكتبة، واللي إن شاء الله يكون محطة للزائرين والمهتمين بالثقافة ومهتمين بالحضارة الإنسانية بشكل عام. الميزة أنك وجود مكتبات متخصصة ميزة حقيقة، أنك أنت تعطي لكل مجال مكانه وبالتالي كتبه وبالتالي قراءة في مكان واحد، هذه ميزة. في بعض المكتبات تعتبر يعني هاك تعملها بشكل عام، نحن كان الهدف لا، أن نعمل مكتبات متخصصة اللي نعتقد إن شاء الله بتكون عائدها أفضل بالنسبة للقارئ وبالنسبة للبحث. ويعد المخزن الآلي واحدا من أكبر الأقسام في مكتبة محمد بن راشد، وتعتبر منظومة العمل الذكية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج عموما، بالإضافة إلى مختبر رقمنة الكتب وهو أضخم مشروع للحفاظ على الكتب النادرة من خلال توثيقها وأرشفتها إلكترونيا. وإلى جانب المكتبات التسعة تضم المكتبة العامة فضاء للجلوس وغرف للدراسة، إلى جانب ما توفره من جلسات حوارية ولقاءات نقاشية بين رواد الأعمال والعديد من المرافق الحيوية كمركز المعلومات وملتقى للحكمة وحديقة اللغات بإطلالاتها الساحرة على خور دبي ومسرح خارجي، بالإضافة إلى مسرح المكتبة للعروض المسرحية والمحاضرات الثقافية والفكرية. وتهدف مكتبة محمد بن راشد التي وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 1 مليار درهم إلى تعزيز وتعميم ثقافة القراءة وتوفير منصة معرفية ورقية ورقمية للعقول الإبداعية في المنطقة والعالم. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه في قصر رميلي الدكتور عيسى يونس البلوشي لحصوله على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة مدريد المستقلة بمملكة إسبانيا. واستمع سموه من عيسى البلوشي إلى شرح مفصل عن محتوى رسالة الدكتوراه والمواضيع التي ناقشتها تحت عنوان نموذج اقتصادي في تحليل التنظيمات الإرهابية ومكافحتها، مباركا سموه له تحقيقه هذا الإنجاز العلمي وتمنى له المزيد من التقدم والنجاح. من جانبه توجه عيسى البوشي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال وتشجيع سموه لأبناء الفجيرة على مواصلة تحصيلهم العلمي والمعرفي بما يسهم في دعم مسيرة الدولة في شتى المجالات.
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتماد 27 مليون درهم لمكافأة أندية الإمارة التي حققت الإنجازات في موسمي 2020-2021 و2021-2022، وذلك تقديراً لعطاء تلك الأندية وتحفيز فرقها ولاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلياً ومواصلة السعي لتشريف الدولة في المحافل الدولية. تشمل المكرمة السخية لاعبي فرق 17 نادياً بإمارة الشارقة الذين حققوا الألقاب والبطولات في الموسمين الماضي والحالي. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأمين حفظه الله على أهمية المسؤولية المجتمعية التي تشكل أحد الدعائم الرئيسية في عملية التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه بتكثيف الجهود وتفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لتنمية العمل المجتمعي وتحقيق الغاية منهم. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري أعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة برئاسة سلطان محمد مليح، وطلع سمو خلال الاجتماع على أهداف ومهام اللجنة التي تتضمن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم بتعزيز الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والورش التعريفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع أهمها الشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين. ووجه سمو ولي عهد الفجيرة بمواصلة العمل في المبادرات التي تستقطب مساهمة الشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية في الإمارة وضمان استمراريتها لتحقيق أفضل النتائج. بدورهم تقدم أعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية بالفجيرة إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والامتنان لدعم سموه ومتابعته الدائمة لعمل اللجنة، مما يشكل دافعاً متجدداً لإنجاز الخطط التنموية الشاملة في إمارة الفجيرة. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي تم عقده في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من السياسات المرتبطة بالمنظومة الثقافية والمالية وأنظمة المدفوعات وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بأنظمة الفحص الطبي والتمريض. كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن بدء الوزارة في تنفيذ مشروع إنشاء غرف تحقيق خاصة بالأطفال أثناء مداخلة لسموه اليوم الأربعاء خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي. واستعرض سموه صوراً لنماذج الجديدة لغرف التحقيق مع الأحداث التي تم تصميمها بشكل غرف ألعاب تتضمن ملصقات وصور كرتونية تراعي حداثة سنهم. وقال سموه تم تزويد الغرفة بعازل زجاجي يتيح للمحقق مشاهدة الطفل بداخل الغرفة وتوجيه أسئلة إلى الطفل في بيئة وأجواء تتناسب مع طبيعتهم. كما تم تزويد الغرفة بكاميرات مراقبة وتسجيل العمل أو للعمل على توثيق التحقيق الذي تم إجراؤه مع الطفل. شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية تخريج أول دورة للقوات البرية للمظليين وذلك بمعهد حرس الرئاسة في مدينة زايد العسكرية بحضور عدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة. واشتملت الدورة التي تعتبر من ضمن خطط التدريب لتأهيل رتب القوات البرية للوصول إلى الاحترافية، اشتملت على تدريبات القفز بالمظلات وطرق التعامل معها
وفي ختام الاحتفال هنأ قائد القوات البرية الخريجين لاجتيازهم الدورة وشكرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه، ثم قام بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين. أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن معدل التضخم في دولة الإمارات ضمن أقل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2022. ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.35%، والتي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام إلى 102.70 نقطة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2022، مقابل نحو 99.37 نقطة في الفترة ذاتها من عام 2021. أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2022 ينص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشأه جمهورية الهند بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة 4 أشهر اعتباراً من 13 من مايو 2022. ويطبق القرار على جميع أصناف القمح الحنطة، وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح دقيق الحنطة. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي. سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمركز الوطني للأرصاد اليوم زلزالاً بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 10:06 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقال المركز في بيان له إن الزلزال كان محسوساً في بعض مناطق الدولة وليس له أي تأثير. إلى فاصل نستكمل من بعد. حياكم الله مجدداً. وافق المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس خلال جلسته 13 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي 17 التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس يوم أمس بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022. ووجه سؤالا إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية. ناقش واعتمد المجلس الوطني اليوم في جلسته مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن الميزانية العامة، وكذلك المشروع الثاني وهو مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022. تناول مشروع القانون تغطية تكلفة التقاعد المبكر بمؤسسة الإمارات للتعليم لعام 2022، وكذلك تمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال السنوات 2022 و2024، وكذلك تقديم فحص كوفيد-19 للطلبة والكادر التعليمي والذي من شأنه دعم القطاع التعليمي. تم طرح سؤال بالنسبة للقروض لكبار المواطنين. طبعا الصورة الذهنية عند كثير من الناس أن كبار المواطنين هم مرضى، هم يمكن في زهايمر، هو يمكن مريض، احتياج السرير وغرفة وعناية طبية، وهذا الكلام غير صحيح. كبار المواطنين يعني عندهم حيوية ومسؤولين عن أسر ويديرون الأسر هذه من الناحية المادية،
لذلك لهم متطلب، وهذا متطلب جدا مهم في بعض القرارات اللي تكون قد تكون من مصرف مركزي أو تكون اجتهادات من المصارف كذلك بتحجيم منح القروض هذه. القروض مو بكل حد بياخذ القرض، اللي بياخذه الشخص اللي يعني يرى نفسه أنه هو عند الحاجة لهذا القرض. كذلك نحن اليوم عرضنا على معالي الوزير أن ممكن ترفع السن، ممكن تحط تأمين، ممكن تأخذ ضمانات من القرابة من عنده، ولكن لا تمنع عن هذه الخدمة لأن خدمة مهمة جدا. كان في تفاهم جيد من معالي الوزير، وعد بأن بيدرس بعض الاطروحات أو المقترحات اللي قدمتها لحصول كبار المواطنين على القروض في وقت الحاجة إلها. كما وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم خلال جلسته 14 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي 17 التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار، حيث يستهدف القانون الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، فضلاً عن تسهيل الحصول على الوظائف وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم. اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة زيارة إلى هولندا، شارك خلالها في معرض التكنولوجيا الخضراء أمستردام 2022 ومعرض إكسبو فلورياد 2022، اللذان يمثلان منصات عالمية رائدة لأساليب وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي. برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، زار وفد دولة الإمارات هولندا، حيث التقى أعضاء الوفد مجموعة من نظرائهم الهولنديين لمناقشة سبل تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على العديد من التقنيات والحلول الابتكارية الزراعية الحديثة. كما زار الوفد معرض إكسبو فلورياد 2022 للبستنة، وتفقد جناح دولة الإمارات المقام تحت عنوان مدن المياه المالحة، حيث تلتقي الأرض بالبحر، والمقدم من وزارة الثقافة والشباب ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان ومكتب المشاريع الوطنية، ويسلط الضوء على رحلة دولة الإمارات للاستدامة، ويتناول تفاصيل التكيف مع البيئة الصحراوية وقدرة القيادة الرشيدة على الاستفادة من الموارد المتاحة لتحويل الدولة إلى نموذج عالمي لقيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. كما زار الوفد المزرعة العائمة في مدينة روتردام بهولندا، وقام بجولة في معرض التكنولوجيا الخضراء أمستردام 2022 الذي يمثل تجمعاً عالمياً للمتخصصين في البستنة ومنصة رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، حيث اطلع على باقة واسعة من التقنيات والحلول الابتكارية. تواجدين اليوم مع وفد دولة الإمارات في معرض التكنولوجيا الخضراء جرين تك في هولندا في العاصمة أمستردام. نحرص خلال مشاركتنا على تبادل التجارب الناجحة مع الجهات الرائدة المشاركة في المعرض، واستكشاف أفضل التقنيات والنظم والحلول القائمة على الابتكار في مجال الزراعة الحديثة. ونهدف أيضا إلى استعراض نموذج دولة الإمارات في الدعم وتبني الحلول الابتكارية الخضراء في مختلف القطاعات. خصصنا أيضا بالتعاون مع جرين تك فعالية ساعة الإمارات، شملت مشاركة وفد الإمارات واستعراض جهود الدولة في قطاع التكنولوجيا الزراعية الحديثة. تعد مشاركتنا في معرض جرين تك في إطار توجهنا الاستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي، وطبعا التوسع في تبني حلول زراعية ذكية مناخيا. وضمن الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء وإيجاد أنظمة غذائية مستدامة وذكية مناخيا، حيث ستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء الهولندية معا لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاعتماد على حلول قائمة على التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في الزراعة.
أعلنت وزارة تنمية المجتمع انطلاق البرنامج الصيفي أنا وأخي في مراكز أصحاب الهمم الحكومية، ويتضمن 40 ورشة وبرنامجا يجري تنفيذها في 6 مراكز لأصحاب الهمم تابعة للوزارة، وذلك بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز دبي التجاري العالمي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الشارقة للمتاحف وعدد من الجهات ذات الصلة. يتيح البرنامج الصيفي أنا وأخي الذي انطلق أمس في مركز أصحاب الهمم الحكومية ويستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري المشاركة لجميع أصحاب الهمم بالدولة وأخواتهم، حيث يتم تنظيم الفعاليات على مستوى إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، وفي مركز دبي لأصحاب الهمم ومركز عجمان لأصحاب الهمم ومركز أم القيوين للتوحد، إضافة إلى مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم ومركز الفجيرة وديب الفجيرة لأصحاب الهمم. وتتنوع الفعاليات التي يتضمنها البرنامج حضوريا وافتراضيا لتحقيق مشاركة واسعة من أصحاب الهمم بمختلف فئات الإعاقة وذويهم وأعضاء مشاغل وأسرهم والعاملين والمشرفين والأخصائيين في المراكز، ويشتمل على أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة ومسابقات وورش تخصصية ولقاءات تثقيفية، إلى جانب جلسات وبرامج لتوعية أخوة أصحاب الهمم بكيفية التعامل مع مختلف الإعاقات وكيفية تقديم الدعم لأخوتهم في تحقيق أهداف المهارات الاستقلالية، وكذلك محاضرات حول الإساءة والحماية والحقوق الواجب توفيرها لأصحاب الهمم وغيرها العديد من البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية، حيث يهدف برنامج أنا وأخي إلى تعزيز أوجه التعاون والمحبة بين الأخوة من أصحاب الهمم وسواهم وعلى نطاق الأسرة، كما يسعى إلى توظيف مختلف الأدوات والأساليب غير التقليدية لرفض أصحاب الهمم بالمهارات اللازمة وتعزيز قدراتهم ومداركهم بطريقة سلسة وإشراكهم في تحمل المسؤولية لضمان تحقيق أفضل صور الدمج المجتمعي. كشفت الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة أنه وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤية الشركة المستقبلية، ستطلق خلال يوليو المقبل المرحلة الأولى من مشروع استثماري جديد في البنية التحتية يوفر 1800 ميجاوات كهرباء ويخدم مساحة سكنية كبيرة. الشركات اللي أسستها الشارقة لإدارة الأصول منذ 2016 كانت كثيرة، حرصنا من خلالها توفير وظائف للمواطنين وزيادة نسبة التوطين وتقديم خدمات للجمهور. القطاعات والمشاريع في الوقت الراهن اللي ينصب تفكيرنا عليهم في البنية التحتية، في الصحة، في الغذاء والأمن الغذائي، وخاصة بعد التغيرات الاقتصادية حول العالم، فحرصت حكومتنا الرشيدة وتواكبنا على هذا الحرص أن نحن نوفر مشاريع وخدمات في هذه القطاعات اللي يسمون القطاعات الدفاعية. في شهر 7 بعد شهر تقريبا راح نعلن عن مشروع في البنية التحتية توفير 1800 ميجا واط كهرباء. هذا المشروع راح يجذب العديد من الاستثمارات والشركات، راح يخلي إن شاء الله بإذن الله الشارقة وجهة يعني استثمارية وأرض خصبة للاستثمار الأجنبي بإذن الله، تقدم كهرباء يعني بإذن الله على أعلى مستوى بإذن الله، مع شراكات مع شركات على عالمية، شركات أمريكية وشركات يابانية بإذن الله في هذا المشروع. وأما مشاريع الصحة ومشاريع الغذاء بإذن الله راح نعلن عنها في الوقت القريب بعد ما ننتهي من التوقيع ونهاية المشروع بإذن الله. المشروع راح يكون عن عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى راح تنتهي شهر 7، كان المفروض تنتهي العام لكن بالظروف الكوفيد وهذا أجلناها، يعني بعض الظروف تأجلت إلى شهر 7 السنة هذه. المرحلة الثانية من المشروع بإذن الله راح تنتهي في شهر 5 السنة الجاية. استوى على سبيل المثال هيئة الشارقة للمياه والكهرباء راح التزمت بشراء الكهرباء من المشروع هذا، فهذا راح يغطي وراح يجذب الاستثمارات والشركات ان لا في استثمارات في شركات كبيره دخلوا ويانا، وباذن الله هذا راح يغطي مساحه سكانيه افضل حتى للمواطنين باذن الله. اسسنا العديد من الشركات مع شركاء يعني لهم خبره، نحن عندنا معايير قبل الشراكه،
أن يكون على سبيل المثال 3-4 سنوات من الخبرة لدى هذه الشركة، البيانات المالية للشركة تكون أرباحها، يعني نقيس مستوى الشركة ونحرص أن they will bring expertise know-how، ونحن نتكفل أن نعطيهم التساهيل دخول الإمارة هذه. أسسنا شركات عديدة منذ 2016، رافد لحلول المركبات، سحاب للتحول الرقمي، ساند على سبيل المثال لخدمة المرافق، والعديد من الشركات. حرصنا أن نزيد فرص التوظيف، أن نقدم خدمات للمواطنين وخدمات للمقيمين وخدمات على أعلى مستوى، ونتابع سير العمل الشركات هذه، ونحاول ما فقط أن احنا سوينا الشركات ويوقف دورنا نحن كالشرق لإدارة الأصول، لا، نحن نتابع سير العمل، نحاول نطور من الشركات هذه ونزيد مصادر الدخل للشركات هذه. احنا حاليا ندير محفظتين في قطاع الاستثمار، المحفظة المحلية والمحفظة الخارجية، ومن خلال المحفظتين حرصنا أن يكون في تنوع مصادر الدخل، تنوع القطاعات الموجودة في المحفظة. فداخل الدولة القطاعات مختلفة، وخارج الدولة الدول مختلفة، والاستثمارات اللي خارج الدولة مختلفة. تطبق دولة الإمارات للسنة 18 على التوالي قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف، الذي بات سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال. اعتباراً من 15 من يونيو حتى 15 من سبتمبر، تطبق دولة الإمارات قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، وينص القرار على حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 بعد الظهر. وللسنة 18 على التوالي تطبق دولة الإمارات هذا القرار الذي بدأ العمل به في عام 2005، ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيقه، مجسداً الحرص على توفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال، وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم في ظل توازن العلاقة مع أصحاب العمل، إلى جانب تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعبر عن القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات. ويعتبر القرار جزءاً أصيلاً في منظومة التشريعات والإجراءات المتكاملة لحماية حقوق العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية في بيئة العمل. هذا وتتضمن آلية تطبيق قرار الحظر حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال مع التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة ارتفاع لدرجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التوعوية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني الفجيرة يوم أمس مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخص من كبار المواطنين عالق في جبال منطقة الشرية التابعة لإمارة الفجيرة، يبلغ من العمر 89 عاما ويعاني من إرهاق وأعياء شديدين. وتم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الفجيرة يفيد بوجود شخص عالق في جبال منطقة الشرية التابعة لإمارة الفجيرة، قد حوصر بين الجبال الشاهقة في موقع شديد الانحدار ويصعب الوصول إليه، وقد أصيب بالإرهاق والأعياء بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وتم التدقيق على الموقع وتحديده بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى دبل الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. إلى جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية يوجزها التقرير التالي. تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشرة، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر،
من إجمالي 334 مؤشراً تناولها تقرير كتاب السنوي للتنافسية العالمية في 2022. تصدرت الإمارات في 2022 وللعام السادس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنافسية العالمية، حيث حافظت على ريادتها إقليمياً في الترتيب العام وحلت في المركز الثاني عشر عالمياً. وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسية، حيث حققت المركز الثالث عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمركز السادس عالمياً في محور الأداء الاقتصادي. اختتم وفد الدولة الذي ترأسه معالي عبد الله بن توقي المري وزير الاقتصاد مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بعد مشاركته في نقاشات واجتماعات عديدة حول التحديات المعقدة التي تواجه نظام التجارة العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى المبادرة المشتركة بشأن التنظيم المحلي للخدمات، كما ترأس معالي عبد الله بن توق وفد الدولة في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد على هامش المؤتمر. وأكد معاليه خلال كلمته إيمان دولة الإمارات الراسخ بالنظام التجاري متعدد الأطراف محركاً للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، وشدد على أن دولة الإمارات على استعداد للتعاون التام مع المجتمع الدولي لمساعدة المنظمة على تحقيق تغيير إيجابي وهادف. تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا خلال الفترة من 2012 و 2021 478 مليار درهم، بما يزن أكثر من 14 مليون طن بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. واستحوذت الواردات على نسبة 89.5% من إجمالي التبادل التجاري، فيما بلغت حصة الصادرات 3.5%، وإعادة التصدير 7%. أظهرت البيانات أن التبادل التجاري بين البلدين توزع بين 427.4 مليار درهم للواردات بزنة 12.7 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات 17.1 مليار درهم بزنة 961.7 ألف طن، وإعادة التصدير بقيمة 33.4 بزنة 353 ألف طن. هذا ونما التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا بنهاية العام الماضي بنسبة 12% ليرتفع إلى 35.3 مليار درهم. وتبوأت السيارات المركز الأول في قائمة أهم السلع التي تم استيرادها من ألمانيا خلال 2021 بنحو 4.3 مليار درهم، تلتها مركبات جوية بثلاثة مليارات درهم، والأدوية ب1.9 مليار درهم، وأجزاء لوازم السيارات بمليار درهم، وأمصال مضادة ومنتجات مناعية بقيمة 0.8 مليار درهم. فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة وفق الأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، وذلك نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر، كما أصدر تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار بتاريخ 18 من مايو 2022 لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوي. وقع مكتب أبو ظبي للصادرات أدكس التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك تقضي بفتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم لتعزيز النشاط الاقتصادي بين الإمارات والأردن ودعم الجهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية للدولة مع دول المنطقة. وتساهم الاتفاقية بإنشاء خطوط ائتمان إضافية لتسهيل عملية التمويل المشترك. انطلق أمس في دبي مؤتمر مشروعات تبريد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور أكثر من 250 خبيرا في الصناعة ومسؤولا حكوميا يركزون على الفرص المتزايدة في هذا القطاع، بينهم كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب المشروعات والمطورين وموردي المرافق وخبراء الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، إذ سيناقش الحدث فرص المشروع البالغ قيمته 55 مليار درهم في وقت يتوسع فيه قطاع تبريد المنطقة بوتيرة سريعة. في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتم خلال المؤتمر مناقشة توقعات السوق الحالية
والفرص والتحديات في صناعة تبريد المنطقة في الإقليم، ويمنح المشاركون فرصا هائلة للتواصل والعمل، حيث قام الكثير منهم بتأمين أعمال تجارية حول أحدث المشروعات التي تعد حاليا في مرحلة مبكرة من التنفيذ. بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 360 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 41 مبايعة الأراضي بقيمة 167.78 مليون درهم، و319 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.13 مليون درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2. هذا وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم، وثالثة في المرقاد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم. وفي عناوين الصفحة الإقليمية والدولية، الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز إلى أوروبا، روسيا تدعو أوكرانيا لفتح ممر إنساني في سيفيرودونيتسك، حياكم الله مجددا. تتطلع كل من مصر وإسرائيل لزيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها اليوم الأربعاء، في حين تسعى القارة لتعويض واردات الطاقة الروسية. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن اتفاق إطار العمل الذي وقعه الاتحاد الأوروبي اليوم سيكون الأول الذي يسمح بصادرات كبيرة من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، ويتيح الاتفاق تدفق الغاز الإسرائيلي إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط وتجري إعادة تصديره كغاز مسال. حض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانزي جراندبرغ خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء ميليشيا الحوثي على القبول بإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز. وقال جراندبرغ إنه من الضروري أن تتيح الهدنة التي جددت التخفيف من معاناة سكان تعز، مذكرا بأن حرية تنقل سكانها مقودة بشكل كبير منذ سنوات. وأضاف جراندبرغ رغم أنني تشجعت بالرد الإيجابي للحكومة اليمنية على مقترح الأمم المتحدة، ما زلت أنتظر ردا من الحوثيين. بعد المناقشات التي أجريتها في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي أحض الحوثيين على أعطاء ردا إيجابيا دون تأخير. أعلن الديوان الأمري في دولة الكويت أن ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الصباح تعرض لوعكة صحية وأنه الآن يتمتع بصحة وعافية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الديوان الأمري يطمئن الشعب الكويتي بأن ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة. إلى السودان الذي يعيش حالة من التفاؤل الحذر مع أمل بوصول المكونين العسكريين أو العسكري والمدني إلى اتفاق وشيك ينهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. فقد أفادت مصادر متطابقة بأن اللجنة المكلفة من قبل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير انتهت من إعداد مسودة لإنهاء الأزمة الراهنة، وينتظر أن يتم التوافق على تلك المسودة في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير قبل تقديمها إلى اللجنة المكونة من قبل المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي للتباحث بشأن إجراءات استعادة الانتقال الديمقراطي بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.
من جانبه أكد مجلس السيادة السوداني ضرورة أن يكون الحوار سودانيا ومباشرا، وأن يكون مرحلة واحدة، فضلا عن التأكيد على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار السياسي، ويكون اختيار قيادة الحوار ورئاسة اللجنة الوطنية من كل الأطراف المشاركة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو مع المكون العسكري والجبهة الثورية السودانية بالخرطوم. نبقى في السودان، حيث أكد زعيم من قبيلة القمر يوم أمس مقتل 117 شخصا من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية كليا بولاية غرب دارفور غربي السودان. وقال إبراهيم هاشم الزعيم القبلي لقبيلة القمر غير العربية عبر الهاتف من محلية كلبس في غرب دارفور قتل القمر حتى الآن 117، وتم حرق 14 قرية من قرانا، ولدينا عدد من الأشخاص مفقودين وما زال القتال مستمرا. وأشار هاشم إلى أن الاشتباكات سببها النزاع حول ملكية أراضي. قدم لبنان يوم أمس للوسيط الأمريكي أمس هاكستون عرضا جديدا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول لبناني، حيث يستثني حقل كريش الذي اعتبرت بيروت في وقت سابق أن أجزاء منه تقع في منطقة متنازع عليها. وأوضح المسؤول أن لبنان طرح زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومترا مربعا إلى نحو 1200 كيلومتر، وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كريش. وسيحمل هاكستون الصيغة الجديدة إلى إسرائيل، وفي حال وافق الجانب الإسرائيلي على الطرح الجديد فمن المفترض أن يصار إلى استئناف التفاوض وفق المصدر ذاته. إلى العراق، حيث تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق على مدى الأيام الماضية تسجيل مئات حالات الإصابة بالإسهال والحمى والقيء، خاصة بين كبار السن والأطفال. وتحذر جهات صحية من احتمالية أن تكون عبارة عن تفشي جديد لمرض الكوليرا في المنطقة. وحذر مدير عام مديريات صحة السليمانية المواطنين من مغبة شرب المياه الملوثة التي تباع بالصهاريج أو حتى مياه الآبار والجداول والينابيع، والامتناع عن شراء وأكل الخضروات لا سيما الورقية منها مجهولة المصدر الإروائي. نبقى في العراق، حيث علق مطار بغداد الدولي لعدة ساعات رحلاته بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية. وشهد العراق ما لا يقل عن 10 عواصف ترابية خلال الشهرين الأخيرين، ولذلك قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية صباحا قبل أن يتم استئنافها وفق مصدر في المطار. كما أرغمت العاصفة الترابية السلطات في محافظة النجف في جنوب بغداد على إغلاق مطار المدينة لساعات قبل عودته للعمل. أعلنت خدمة المراقبة الجوية سكاي جيد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية إعادة فتح المجال الجوي لسويسرا بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات. وأوضحت المجموعة أنه تم حل المشكلة الفنية واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا في مطاري جنيف وزوريخ كذلك. إلى أخبار أوكرانيا، حيث لحقت أضرار بمستشفى للولادة في دونيتسك بسبب قصف يعتقد بأنه أوكراني. وقال ديمتري بيزونوف نائب المدير العام للمركز الطبي إن القصف دمر سقف ونوافذ المبنى. وأضاف بيزونوف أن هناك خطرا حقيقيا على حياة الأطفال الذين كانوا على أجهزة الإنعاش في المستشفى ولا يمكن نقلهم إلى الطابق السفلي. وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا الذين يسيطرون على مدينة دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت سوقا في العاصمة الإقليمية، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 18 آخرين.
فيما دعت روسيا الأوكرانيين إلى إنهاء مقاومتهم العبثية في سيفردونيتسك بحسب وصفها، واقترحت إقامة ممر إنساني للإجلاء أو لإجلاء المدنيين، لكنها لم تحصل على رد من كييف التي حثت من جهتها مواطنيها إلى الصمود. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن ممراً إنسانياً سيفتح اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها ستضمن إجلاء كل المدنيين دون استثناء بأمان. ويبدو الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بعيداً عن القبول بالاقتراح الروسي، حيث دعا مواطنيه إلى الصمود في منطقة دونباس الحيوية في نظره والتي ستتوقف عليها تتمة الحرب التي شنتها موسكو ضد بلاده. ويبلغ عدد سكان مدينتي سيفردونيتسك وليسيتشانسك نحو 100,000 نسمة، وهما محور معركة شرسة منذ أيام. في ظل الترقب والقلق العالمي بشأن جدر القردة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 من حزيران يونيو لتحديد إن كانت ستصنف تفشي جدر القردة على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا أم لا. لنتابع. حالة من الترقب المستمر الممزوج بالقلق، وكأن كورونا يعيد نفسه من جديد لكن بتوقيت مختلف. منظمة الصحة العالمية ستعقد اجتماعا طارئا في 23 من يونيو لتصنف جدري القرود وباء عالمي أم مجرد حالات عابرة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال إن تفشي جدر القرود غير عادي ومقلق، بل وسنعمل على تغيير اسمه في أقرب وقت. في الفترة الماضية تم إبلاغ المنظمة عن 1600 حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود و1500 حالة مشتبه بها من 39 دولة، كما وتم الإبلاغ عن 72 وفاة في البلدان التي كان جدر القرود مستوطنا فيها. لكن وعلى الرغم من كل ذلك، المنظمة العالمية لا توصي بالتطعيم الشامل ضده، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه اشترى ما يقرب من 110,000 جرعة لقاح. فيروس جدر القرود ينتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة الإصابة بمرض الجدري المعروف، ولكنه يسبب أعراضا أكثر اعتدالا، إذ يعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسد والقشعريرة، وتبلغ فترة حضانته من 5 أيام إلى 3 أسابيع. في السبعينات في جمهورية الكونغو ظهرت أول حالة عند البشر لطفل يبلغ 9 من عمره، وفي الثمانينات أعلن القضاء عليه، لكن عاد للمشهد من جديد في 2003 بعدما أعلن عن أول حالة من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن 2017 أبلغ عن مئات الحالات المتمركزة في الكونغو ونيجيريا. أزمات وحروب تلتها فيروسات وأوبئة لتضغط هي من جهة أخرى على الإنسان ومستقبل مصيره. إلى جولة على آخر الأخبار الرياضية المحلية والدولية يجزها هذا التقرير. اعتبر الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم أن تعاون الاتحاد الآسيوي للعبة وتجاوبه لدعم نجاح استضافة دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022 للعبة التي أقيمت لأول مرة في المنطقة يسهم بشكل كبير في الارتقاء برياضة القوس والسهم وصقل كوادرها. وكان الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم قد نظم هذه الدورة التي استضافها اتحاد الإمارات في الشارقة في الفترة من 11 إلى 13 من يونيو الجاري بمشاركة 55 حكما وحكمة من 16 دولة على مستوى آسيا إلى جانب حكام من المنطقتين الإفريقية والعربية. وأكد الكعبي أن مثل هذه الفعاليات تمهد الطريق للارتقاء باللعبة، وأن اتحاد الإمارات يسعى بكل ما يملك للوصول إلى ذلك مستقبلا. أكد اتحاد الإمارات لكرة الطاولة على استئناف أنشطة مسابقات الفردي والزوجي بداية من الموسم المقبل بعد توقفها لفترة بسبب تأثيرات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن انطلاقة الموسم ستكون ببطولة كأس الاتحاد في شهر سبتمبر المقبل. ويعمل الاتحاد على إيجاد السبل من أجل مشاركة اللاعبين في المباريات بشكل أكبر لزيادة خبراتهم، خاصة اللاعبين المواطنين، والعمل على توسيع انتشار كرة الطاولة خاصة بين اللاعبين الناشئين باعتبارهم رافدا مهما للمنتخبات الوطنية سواء للمراحل السنية حاليا أو الكبار فيما بعد.
عقدت لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع محاور ورشة العمل المقرر عقدها عن بعد يوم غد الخميس بمشاركة الأطقم الطبية العاملة في أندية الدولة، والتي ترتكز على مناقشة جميع الأمور الطبية الخاصة بالموسم الكروي القادم، والتي تتضمن إجراء فحوصات اللياقة الطبية لكافة مسابقات المراحل السنية قبل بداية الموسم الكروي الجديد، وبروتوكول عمليات المباريات في ظل جائحة كوفيد-19، وتسجيل الأطقم الطبية العاملة في الأندية. واعتمدت اللجنة كافة متطلبات منتخباتنا الوطنية من أدوية ومستحضرات غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية استعدادا للمشاركات المقبلة. أعلنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان التعاقد مع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، وتمنت الشركة عبر حسابها على تويتر التوفيق للمدرب العنبري في مهمته مع الفريق في الموسم المقبل. وسبق لعبد العزيز العنبري أن قاد فريق الشارقة وحقق معه لقب دوري المحترفين للمرة الأولى في عصر الاحتراف موسم عام 2018-2019. في مباراة ودية ولكنها قد تكون الأخيرة للمدرب إيهاب جلال، خسرت مصر من كوريا الجنوبية 4 أهداف مقابل هدف، مما أثار تكهنات حول مصير جلال بعد خسارة مصر أيضا 2-0 أمام أثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية منذ أيام. وأعلن الاتحاد المصري أنه سيتخذ قرارات حاسمة بعد اجتماع سيعقد يوم الخميس المقبل وسط غموض يحيط بمصير إيهاب جلال. في أول فوز رسمي له في تاريخه على المنتخب الإيطالي، حقق المنتخب الألماني انتصارا عريضا في النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا 5 أهداف مقابل 2 في الجولة 4 من مباريات الدوري الأول للبطولة، وبات المنتخب الألماني ثاني مجموعته بفارق نقطة عن المجر المتصدر، فيما تجمد رصيد المنتخب الإيطالي عند 5 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث. وفي المباراة الأخرى من المجموعة الثالثة، لقن المنتخب المجري مضيفه الإنجليزي درسا قاسيا وتغلب عليه برباعية نظيفة، وعزز المنتخب المجري صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، كما تجمد رصيد المنتخب الإنجليزي عند 2 في المركز الأخير بالمجموعة، علما بأنه مني بالهزيمة الثانية أمام نظيره المجري في هذه المجموعة. وفي نهاية أخبارنا الرياضية لهذا اليوم، منح تأهل منتخب أستراليا لمونديال 2022 القارة الآسيوية مشاركة قياسية في هذه النسخة من البطولة، حيث رفع عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة في هذه النسخة إلى 6 منتخبات للمرة الأولى في تاريخ المونديال، نظرا لمشاركة منتخب قطر بصفته البلد المضيف، علاوة على منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية التي تأهلت بشكل مباشر. ولقطة اليوم الكشف عن أسرع وأقوى كمبيوتر عملاق في أوروبا. في أمان الله.